السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور همام، هنعمل مراجعة سامري على الدرس اللي خدناه الأسبوع ده لبرايمري 5 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا على الكونسبت أو الكونسبت الجديد بقى، يعني 3.2 برضه بيتكلم عن الووتر as a valuable natural resource، كأنه مصدر قيم للحياة ومصدر طاقة مهم يعني. طيب، أول معلومة عندنا بيقول لي إن كل living organisms need water، بتحتاج مياه to survive. وفي معلومة تانية برضو مكتوبة عندكم انتوا في المذكرة، اللي هي بتقول لي إن ال water about المياه تقريبا حوالي يعني 2/3 of human body. يعني يا مستر، يعني المياه تقريبا حوالي ثلثين جسم الانسان. يعني جسم الانسان لو جينا كده هنقول مثلا ان الثلث منه كانه قسمناه لثلاثه، في ثلثين، ثلثين دولت ميه، والثلث الاخير ده اللي هو بقى العظم بقى والجلد والماسلز وكده. بس طبعا كله في بعضه يعني، بس بقول لكم بحاول اقسمها لكم يعني ايه كانها فاهمها لكم. 2/3 ده كانه ثلثين، 2/3 اللي هو ثلثين، يبقى الووتر تقريبا 2/3 اوف ذا هيومن ايه؟ اوف ذا هيومن بودي. طب استخدامات المايه قلنا درينكينج، باثينج، كليننج، ترانسبورتيشن، نقل البضائع ونقل الهيومن برضو، جنريتنج الكتريستي، توليد الكهرباء عن طريق الهاي دام السد العالي، واجريكلتشر الزراعه والاريجيشن. طبعا في حاجات تانية كنا واخدينها قبل كده زي الريكريشن المانوفاكتشر. طيب مصادر الفريش ووتر اللي هي 3%، 3% بس 3% فريش ووتر، ريفر، رين، جليشير، بوندس، جراوند ووتر، اكوفر، ستريمز، وزودنا عليها احنا موست ليكس، معظم البحيرات فريش ووتر. طيب سورس اوف سالت ووتر اللي هي 97% سالت ووتر، 97% الاوشن والسي. ده ما عنديش، احنا شلناها كده كده اصلا في المذكره عندكم، مش مكتوبه دي هنا. وهنا بيقول لك معظم الليك فريش ووتر، وبعدين دي معلومه جايه زياده هنا مش عايزها انا هنا. ونقول سام ليك كونتين سالت ووتر، يبقى سام ليكس يبقى الاوشن والسي وسام ليكس. في حاجه زياده؟ في جولفز. الجولفز زي الخليج، زي خليج السويس وخليج العقبه، الجولفز. طيب الواي تو كونسيرف، الطرق اللي احنا بنحافظ بيها على الفريش ووتر، في ثلاث طرق. اول حاجه درينك مور جوس، درينكينج مور جوس انستيد اوف ووتر، نشرب عصير اكتر بدل ما نشرب او بدلا من المياه، يعني عشان هي افيد وفيها نسبه ايه، فيتامينز، فيتامينات، ونسبه المياه فيها اللي احنا بنحطه عشان نحطه على العصير بيبقى اقل، لو هو عصير طبيعي طبعا. تيرنينج اوف، وقلنا تيرنينج هنا نزود ان، تيرنينج اوف ووتر تيب، بنقفل ميه الحنفيه ديورينج بروشينج يور تيث، وانت بتغسل سنانك، او واشينج يور هير وانت بتعمل شعرك، لازم نقفل ميه الحنفيه، تيرنينج اوف التيب ووتر. تاني حاجه تيكينج اكويك شاور، ناخد دش سريع عشان ما نضيعش الميه كلها في ايه، في الشاور وكده. طيب سام ووتر بادز، تعالوا نقسم بعض الووتر بادز اللي احنا خدناها. طبعا اهم دلوقتي الريفر اول واحده، ونوع المياه اللي موجوده في الريفر فريش ووتر، مياه عذبه. طب هو جاي من فين؟ ماونتنز. قلنا معظم الريفر بيبقى جاي من منطقه عاليه لمنطقه منخفضه. طب المنطقه العاليه دي اللي هي بتبقى فين؟ اللي هي بتبقى جايه من الجبل، يعني يعتبر كانه جاي من قمه ايه؟ من قمه جبل او من هضبه، احنا هنسميه هنا عندنا mountains، الجبال، جاي من الجبال. when river meets a sea or a large river the sediments اللي picked up by the river are deposits at the river end point forming delta. قلنا باختصار ان، ودي كنا قلنا قبل كده، ان النهر وهو ماشي من فوق لتحت بيبقى جنبه صخور كبيره، والصخور الكبيره بسبب حركه الرياح بيحصل لها التعريه المائيه اللي احنا مسمينها عندنا ويزرينج والتجوية، والصخور تتكسر لصخور صغيرة وتبدأ تتنقل. الصخور الصغيرة طبعا اسمها سيديمنتس اللي هي الرواسب، والسيديمنتس تقعد تتنقل من مكان لمكان لحد ما تترسب على جانبين النهر اللي احنا بنسميهم الدلتا. طيب الليكس، البحيرات، معظم الليك فيها فريش. طب سام ليك فيها ايه؟ فيها سالت، صح. ودي بتبقى دايما لو لاينج اريا، مناطق منخفضة، وهي عبارة عن ووتر بادي، مية بس كبيرة طبعا، منطقة كبيرة من المياه، surrounded by land، محاطة باللاند. طب الويت لاند بقى، الأرض الرطبة، هي فريش ووتر أور سولت ووتر،
هي يا اما فريش يا اما سولت. الويت لاند ده ارض رطبه، كاني بقول لك ارض مبلوله كده، بس طبعا هي مش قوي كده لا. هي بتبقى فريش ووتر او سولت ووتر حسب هي اتكونت من الامطار تبقى فريش، حسب اتكونت من بحر او محيط يبقى سولت. طب هي عباره عن ايه؟ لاند ارض بارشالي جزئيا، جزء منها يعني كفرد ووز ووتر مغطاه بالميه، زي السوامبس المستنقعات والبوندس البرك. الاستري، الاستري مصب النهر. مصب النهر عبارة عن سالت ووتر، مية مالحة ميكس ويز فريش ووتر او اند فريش ووتر. ومعنى ميكس هنا مش اللي هم مختلطين ببعض، لا هو مكان في ميكستشر مخلوط من الاتنين، في السالت ووتر وفي الفريش ووتر. جت ازاي يا مستر؟ النهر وهو نازل قلنا بيبقى منزل الفريش وينزل بعد كده على السي على البحر اللي هو السالت، فالمكان اللي هو فيه السولت مع الفريش ده احنا بنسميه كده ايه؟ استري. طب وده المكان اللي الريفر بيقابل فيه السيا والاوشن، والاستري عباره عن هوم للثاوزند موطن لالاف البلانتس والانيمالز الليفنج اورجانيزمز يعني. طيب بعد كده في الجراوند ووتر، والجراوند ووتر دي دايما تبقى فريش ووتر، ودي بتبقى موجوده في الكراك، كراك اللي هي الشقوق يعني والكسور، اند السبيسز الفراغات اللي في الاندر جراوند ووتر او الاندر جراوند في الارض، وجاية من الصخور طبعا يعني احنا بنكسر الصخور عشان نوصل للجراوند ووتر. وفي معلومة غريبة بقى ان مور جراوند ووتر اون ذا ايرث مور ذان ووتر اون ذا ريفر اند ليك، يعني الجراوند ووتر اللي تحت الارض اكتر من الجراوند، اكتر من الووتر اللي موجودة في الريفر والايه والليك، مع انها تحت الارض بس هي اكتر من الانهار والبحيرات. الاوشن بقى، والاوشن ده طبعا اهم حاجه، الاوشن ده بيبقى سالت ووتر ميه مالحه، وده الاوشن. ليه سميناه اوشنز محيط؟ ليه سميناه كده؟ اصله سراوند ذا كونتيننتس، يعني هو اسمه محيط لانه بيحيط القارات، يعني المحيطات اسمها محيطات لانها بتحيط القارات. سراوند ذا كونتيننتس. والاوشن فلور قاع المحيط دايما بيبقى فيه ماونتنز جبال بلاينز وبليتيوز هضاب وسهول، يعني في ماونتنز جبال ماونتن وفي بليتيو هضاب وفي بلاينز سهول، كل ده موجود فين؟ موجود في قاع المحيط. يعني ده لو اوشن القاع بتاعه الفلور بتاعه الارض بتاعه يعني فيها الكلام ده كله، الماونتنز والبليتيوز والبلاينز. طيب جينا بعد كده قلنا التريز الاشجار بتعمل ايه؟ ايه المادة اللي احنا ممكن نسمعها من التريز والورق الشجر؟ بيبر ورق. والتريز دبل اي مش دبل اس، دبل اي. والاويل برودكت منتجات البترول، هنا اسمه منتجات البترول، زيت البترول يعني البترول بنعمل منه البلاستيك، بعض البترول بيجيبوه بيصفوه بيستخدوا منه في البنزين بقى والغاز الطبيعي والسولار وكله، بس برضه بناخد منه ماده ثانيه بنعمل منها البلاستيك، الرواسب اللي بتبقى تحت في الاخر. البلانتس والانيمالز بنعمل منها كلوز الهدوم، ازاي؟ البلانتس بنعمل منها القطن، والانيمالز بنعمل منها الوول زي الشيب الخروف بنعمل منه الصوف. طبعا دي الكلمات اللي علينا، الووتر شيد، التراش، ترايبوترز، اوفر كونسومشن. ترايبوترز زي جداول المياه، ودي هناخدها المره الجايه بالتفصيل بس الكلمه تعرفوها. الاوفر كونسومشن، كومن لوكيشن، اب ستريم منبع النهر او بدايه النهر، داون ستريم نهايه النهر، بروتكت ريت محميه، ازاله الغابات، ديفورستيشن، درينكابل، ريوز، تريتد ووتر، برودكتس، ليك، دمب، كيميكال فيرتلايزرز. الاسماء ده الكيميائي طبعا. الهومورك البيج دي والبيج اللي بعديها ان شاء الله، تعالوا نحل مع بعض الهومورك القديم، الهومورك اللي هو بتاع الدرس القديم اللي فات. A number of earth layer that form a geosphere، عدد ال earth layer طبقات الارض اللي بتكون geosphere 4. الماونتنز والفالي ار بارتس اوف، الماونتن والفالي ده انا بتكلم عن الصخور يبقى تبع الجيوسفير. النيتروجين والاكسجين جازز، غازز يبقى اتموسفير، طالما جاز يبقى اتموسفير على طول. 97% اوف ايرث از سالت ووتر، ميه مالحه. فورميشن اوف ليك از ان اكزامبل اوف انتراكشن، تكون الليك. طب هو الليك ده بتتكون من ايه اصلا؟ الليك عباره عن لاند، ام سوري ام سوري العكس، ووتر surrounded by land، يبقى انا عندي اتنين تفاعلوا مع بعض، الووتر الهيدروسفير واللاند الجيوسفير، يبقى اقول هيدروسفير اند جيوسفير، مش فارقه طبعا الترتيب، ممكن يقول الجيوسفير الاول قبل الهيدروسفير مش فارقه طبعا، هو قال لي الاتنين بيتفاعلوا مع بعض وخلاص، اتنين مع بعض. طب الروت اوف فيكس البلانت، يعني بلانت في السويل ده انتر اكشن ما بين مين ومين؟ البلانت اللي هي البايوسفير، والسويل اللي هو الارض يعني الجيوسفير،
يبقى البايوسفير والجيوسفير. All the following water body contains salt water except كل ده فيه salt water ما عدا الريفر فريش ووتر. هنا هنعمل ماتشنج. الجيوسفير الجيوسفير يعني صخور يعني روك وهيفي ميتال بي. الاتموسفير اتموسفير يعني غلاف جوي غازات اكسجين نيتروجين اي. البايوسفير البايوسفير اللي هي الانيمالز والبلانتس والليفنج اورجانيزمز اللي هي دي. الهيدروسفير هيدروسفير يبقى الفريش ووتر والسالت ووتر اللي هي سي. طيب صح وغلط. But all the living organisms are parts of atmosphere. لا طبعا دولت هاي دولت living organisms تبقى biosphere طالما كائنات حية biosphere. The ocean and lake and river are included in the hydrosphere. صح دولت تبع الهيدروسفير. The deserts and forests are example of biome. صح. Less than 50% of earth covered with water. لا غلط ده more than 70%. Most of salt water on the earth is found in the form of frozen water. لا غلط. معظم الفريش ووتر بتبقى موجودة فروزن انما مش السالت ووتر. لا السالت ووتر فيه محيطات مش معظمها فريش خالص مش معظمها فروزن ولا حاجة انما الفريش هو اللي معظمه متجمد. الفريش ووتر about 3%. صح. Without water all forms of life will disappear. كل مظاهر الحياة تختفي. صح. الويلز والسبرينجز اللي هي الابار والعيون obtain their water from aquifer بيجيبوا المياه بتاعتهم من الاكوفر يعني. صح الابار والعيون الاكوفر يعني المياه اللي تحت الارض. all animals and plants can live in aquatic. لا طبعا غلط. some animals and plants بتعيش في البيئة البحرية يعني. ال earth consists of four layers which are A and A وقال الاوتر والانر كور. هو قال اخر اتنين انا هقول الاول واحد الكراست وتاني واحد المانتل. A large sheet of ice or snow تلج يعني كبير وموف سلولي. اول ما الاقي بيقول لي تلج كبير بيتحرك ببطء يبقى بيتكلم على نهر جليدي ونهر جليدي قلنا جليشير النهر الجليدي. breaking down of rocks تكسير الصخور by effect of running water بسبب الماء. ده example of interaction بين مين وميل. صخور يبقى الجيوسفير اتكسرت بالماء يبقى هيدروسفير وطبعا مش لازم الترتيب هنا بس احنا هو براحتنا او روكس يبقى جيوسفير ووتر هيدروسفير. الاماونت اوف فريش ووتر اون ايرث اي ذان اماونت اوف سالت ووتر كميه الفريش ووتر ليس ذان سالت ووتر. موست ليك هاف اي ووتر معظم الليكس هاف فريش ووتر. لما قال لي معظم الليك يبقى فريش طب سام ليك سالت. الايرث سفير ذات كونتين روكس وسويل دي اسمها جيوسفير. طيب importance of atmosphere for plants and making their food أهمية الأتموسفير في صناعة الأكل. بصوا كده الأتموسفير because plants need carbon dioxide gas عشان النباتات بتحتاج carbon dioxide gas from air من الهواء to make photosynthesis process عشان تعمل عملية اسمها فوتو ايه فوتوسينسز بروسس. طيب تمام كده. عايزكم تذاكروا كويس عشان الامتحان الاونلاين اللي هبعته عشان الامتحان الاسبوعي في السيشن بتاعنا ماشي. وشدوا حيلكم كده حبايبي باذن الله وربنا يوفقكم يا رب للخير اللهم امين.